لجأ طبيبان تركيان إلى اعتماد أسلوب مساعد في العلاج يقوم على العزف على بعض أنواع الآلات الموسيقية داخل غرف العناية المركزة، بعدما أثبتت تجاربهما أن الموسيقى الحية تساعد المرضى بالفعل على التماثل للشفاء في وقت أسرع. من باب مختلف دخل البروفيسور إيرولجان عالم الطب. داخل المشفى يعزف ألحانه الموسيقية. هو أحد أشهر الأطباء المتخصصين في أمراض القلب والشرايين في تركيا. عدة سنوات قضاها في التجارب والأبحاث، أثبت خلالها بالأدلة العلمية أن الموسيقى الحية تساعد في علاج المرضى. لم تتم الاستعانة بموسيقيين محترفين، بل قام هو بنفسه بتعلم العزف على عدة آلات موسيقية. قمنا بإجراء عدة أبحاث في هذا المجال على عدد من المرضى، وأثبتنا من خلال الدراسات والتجارب أن المريض الذي نعزف له الموسيقى بأنفسنا لمدة 20 دقيقة كل يوم يظهر تحسنا ملحوظا، فيستقر ضغط الدم والنبض والتوتر والألم والحالة النفسية بعد العمليات الجراحية. من أجل هذا لا ينتهي عمله داخل غرفة العمليات في قسم العناية المركزة، يعزف لمرضاه مقطوعات موسيقية. لما اضطر المريض من جو الآلات ومن جو الألم ومن جو الأوامر إلى جو سماع موسيقى، وإنسان برتاح نفسيا، إنسان بحس أنه في شيء لطيف عم بلاطف القلب، عم بلاطف العقل. هذا الشيء لابد أنه بدي نعكس إيجابيا على المريض. عممت الفكرة على أطباء آخرين. في سن متأخرة تعلم الدكتور بينغول العزف على آلة الناي أيضا. هنا يعزف الطبيبان ألحانا يقولان إنها لا تقل أهمية عن الأدوية والمستحضرات الطبية. الطب بالنسبة لهما بات علاجا جسديا وروحيا معا. تضفي هذه الألحان أجواء من الراحة النفسية على المرضى، طريقة يقول الأطباء إنها أظهرت نتائج إيجابية وسرعت من مراحل العلاج النفسي والبدني، وحولت غرف العناية المركزة إلى مكان يضج بالحياة. عدنان الظهر، التلفزيون العربي، اسطنبول.